الزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. سبحانی صاحب جو تلاوت کر رہے تھے اب ان کے بڑے بھائی جیلانی صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ تلاوت قرآن مجید فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زمزمت الارض وأحرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن